أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مركز خدمات ذوي الإعاقة لست وحدك، الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل وإيجاد فرص عمل لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة تناسب قدراتهم وإمكانياتهم، مع توفير التدريب اللازم لهم وإدماجهم في سوق العمل، حيث تمكن المركز من تأهيل وتوظيف 870 شخصا من ذوي الإعاقة في مجالات عديدة تتناسب مع قدراتهم، وذلك في الأعوام السابقة، بالإضافة إلى إصدار بطاقات تعريفية وصرف الأجهزة التعويضية لكافة الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة. جاء ذلك لدى رعاية الوزير حمدان حفل تكريم التوحديين ومصابي متلازمة داون الذي نظمهم مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج بمناسبة اليوم الدولي لمهارات الشباب. وتهدف الفعالية التي اتخذت شعار نحن التميز إلى التركيز على تعزيز المواهب والمهارات ممن يعانون التوحد ومتلازمة داون، فضلا عن تكريم ذويهم وتشجيع أسرهم على استكشاف ما لدى أبنائهم من مواهب وقدرات ودعمهم، حيث أن الاهتمام بهذه الفئة ينطلق من القناعة بأن التنمية المستدامة يجب ألا تترك أحدا خارج فضائها. وبهذه المناسبة أكد الوزير حمدان في كلمة له أن مبادرة تكريم فئة المصابين بالتوحد وفئة متلازمة داون وتنويه بقدراتهم وإبداعاتهم تأتي تعزيزا لسياسة مملكة البحرين وحرصها الدائم على احتضان ورعاية وتشجيع هذه الفئات وإيجاد التأهيل والعمل اللائق بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم. كما نوه حمدان بدور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة التي تخدم مختلف الفئات وتعمل على إعادة تأهيل العديد من ذوي الإعاقة وتقديم مختلف الخدمات لهم، مشيرا إلى ما حققته الوزارة انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية لدعم 11 مركزا أهليا تأهيليا، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والفني لهذه المراكز والتي يشرف على إدارتها مجموعة منها منظمات المجتمع المدني.